يا الله ما احلى هالزقاق، ايش هذا؟ بس بكفي بكفي عن جد، بكفي بكفي. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم معنا مدينة مغربية وهي مدينة مكناس، هعمل عليها ردة فعل. معنا فيديو هيكون الرابط طبعا في صندوق الوصف، الرابط الاصلي، هعمل عليها ردة فعل. هنشوف مدينة مكناس وهنتجول مع اليوتيوبر طبعا الموجودين في الفيديو في مدينة مكناس. طبعا مدينة مكناس هي مدينة في المغرب، مدينة مكناس مدينة مغربية وواحدة من المدن الإمبراطورية الأربع، تقع شمال المملكة المغربية في هضبة سايس على بعد 140 كيلو متر شرق العاصمة الرباط، وهي أحد قطبي جهة فاس مكناس، وبلغ عدد سكانها 517 ألف نسمة حسب إحصاء 2014. خلينا نشوف التقرير هذا اللي معنا ونعمل عليه ردة فعل. حطوا لنا لايك واشتراك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجودة الروابط في صندوق الوصف. يلا نشوف ونتعرف على مدينة مكناس. يلا صباح الخير عليكم. صباح الفل. عديتوني أربع أول مرة ديال داو، أول مرة ديال داو شي فيديو مصحومتي ما كديت مني أربع. إن شاء الله رحنا ماشيين لساتيام، جيسبيغ ما نوصلوش معطلين، رحنا ديجا أون غوتاغ. اللي ما كيعرفناش أنا وديع، هادي غيتا أوني لي باداديس، حنا كنديرو تور دو موند، تور دو مار. فوالا لا ديستيناسيون هاد النهار ان شاء الله مكناس، نمشيو نشوفوها نتساراو ونساريوكم. تصويرنا لمدينة نفاس كان لازم وضروري يتبعوا زيارة لجيراننا في مدينة مكناس العاصمة كاينين في فاس. هما توجهنا في الصباح الباكر لمحطة سي تي ام اللي اختاريناه كوسيلة للوصول لها. ثمن التذكرة هو 30 درهم للشخص. يمكن لكم ايضا تمشيو لها في تاكسي كبير او القطار اللي كيدير فقط 35 دقيقه للوصول. حنا باستخدام سي تي ام اللي كيمشي على الطريق السيار درنا ساعه ديال الطريق، لكن مع ذلك كنفضلوه كثيرا حيت كيوفر راحه وهدوء كبيرين لعشاق الاسترخاء او النوم في السفر بحالي. من بعد ما قطعنا مسافة أنا في السفر أنا خالص، وصلنا أخيرا لمدينة مكناس. جلسنا لتناول وجبة الفطور في أول مقهى لقيناه أمامنا من بعد ما نزلنا من الحافلة، وخدينا كافي كريم ودي بتي بان 40 درهم. يلا جينا تخلصنا من لي فاليز ديالنا، عطيناهم أوتيل زاكي. كنتحركوا في خاطرنا ندورو مزيان في المدينة. أول ديستيناسيون أول وجهة كانت سريش السواني، معلم تاريخي يعني بيحكوا كل شيء، قديش الفلوس وقديش كل شيء. يا إلهي سلطان مولاي إسماعيل، والهدف من بنائه كان هو تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، إذ أن المنبع ديالو طبيعي. في نفس المكان أي سهريج السواني لقينا أصحاب الكوتشي، وقررنا نزيدو نكتاشفو تاريخ المدينة بطريقة تقليدية، وكذلك من أجل تشجيع السياحة بهذه المدينة. السيد سائق العربة روالنا قصص أخرى عن سهريج السواني، واللي بحسب الرواية المولى إسماعيل وقع بغرام بنت الملك لويس كاتورز، وبغى بشدة أنه يتزوجها، لكن هي كانت محبة كبيرة للسباحة، ومدينة مكناس اللي كان عايش فيها ما فيها البحر، إذن أمرهم ببناء سهريج سواني الله. من أجلها. لكن مع ذلك الأب ديال الأميرة اللي هو لويس كاتورز ما قبلش هذا الزواج. هاي الأماكن أنا جدا جدا بحبها، أماكن الأثرية القديمة جدا جدا بحبها. يعني أنا ما بروح مكان أثري في غزة بقولهم روحوا سبوني هون بصراحة، يعني أشياء عن جد قديمة أصيلة، تحس هيك من عبق التاريخ هيك الرائعة. هاي شغلة. الشغلة الثانية منيح يعني انه هو بناها، يعني عمل هاي البحيرة او المية هاي، وفي الاخر ابوها ما قبل. اوكي، بس ظلت يعني ذكرى، ظلت موجودة في مدينة مكناس، هذا اشي رائع جدا. حدث سهريج السواني دائما بس تقول المقولة طبعا هي بتقول ينصح كثيرا بزيارته، لكن لقيناه ساد مع الأسف مع هذه الظروف الحالية. كملنا إذن في اتجاه القصبة، المكان المخصص لاستقبال العبيد، ثم تابعنا طريقنا بجوار القصر الملكي وصولا لضريح مولاي إسماعيل واللي مدفون فيه المولى إسماعيل اللي تكلمنا عليه، واحد من سلاطين المغرب تابع لسلالة العلويين. في عهده عرفت الدولة العلوية ازدهار كبير. كثير سمعت عنه. تعدد حريمه وزوجاته وأولاده أيضا اللي تعدوا الألف.
ألف. انتقلنا من بعد أيضا لرؤية سجن قارة، أحد أخطر وأكبر السجون القديمة على الإطلاق، واللي بناه أيضا المولى إسماعيل تحت الأرض، وقال أن أي شخص قدر يهرب منه فهو طليق، لأنه كان متأكد أن الهروب منه مستحيل. مساحة السجن مجهولة إلى حد الساعة، روايات تقول أنه بحجم مدينة مكناس، وأخرى تقول أنه يمتد إلى مدينة مراكش. جميع الأشخاص اللي حاولوا الدخول إليه واستكشافه لم يخرجوا منه أبداً، لأنه بمثابة متاهة حقيقية ولا يوجد له أبواب ولا نوافذ، فقط بعض الفتوحات اللي كانت تستعمل لأجل رمي الطعام للمساجين. يا وردي لهالدرجة؟ كملنا من بعد في اتجاه ساحة ما بشوفوا الشمس المساجين كانوا باب المنصور، واللي أسسوا أيضا المولى إسماعيل، وكي تعتبر تحفة فنية. تحفة فنية عن جد، لسه بدي أقول الأبواب في العالم. يا الله، زخرافته الجميلة جدا ونوق الجد المتميزة. أمام تقع ساحة الهديم، واللي كتعتبر من أبرز الأماكن السياحية في مدينة مكناس، بحيث أنها صارت فضاء شعبي للفرجة والترفيه باستعمال الحلقة كطريقة شعبية لمشاهدة أجمل العروض المختلفة. يمكن لكم هذه اللحظة الحلقة، فضاء الحلقة هذه سمعت فيها برضو، هي بيعملوا فيها استعراضات وأكروبات وبيحكوا شعر ملحون. اكتبوا لي تحت في التعليقات صح ولا لا. اوكي، مشهورة جدا بالمغرب، نفسي اعمل عليها ردة فعل مرة ان شاء الله. او استكشاف المدينة القديمة اللي كتبدا من ساحة الهديم، او الرجوع مع ملك وتشيل سهريش سواني، او المكان اللي هزكم منه. ثمن الجولة اللي درنا هو 100 درهم، واللي كان جد رائعة، واكتشفنا فيها اسرار وعظمة تاريخ مدينة مكناس. والله نيالكم. غير بعيد على الساحة وبالضبط أمام محطة التاكسيات الكبار، كاين واحد من أشهر أصحاب الوجبات واللي سميتو العشير. خدينا عنده تاكوس بولي اللي كان ب 28 درهم، وباستيتشو ميكست اللي كانت ب 30 درهم، واللي كانوا لذيذين جدا. من بعد ما تناولنا وجبة الغداء، قررنا نديرو جولة قصيرة في المدينة القديمة لمكناس، واللي دخلنا لها من ساحة الهديم. المدينة العتيقة تشبه بكثير مدينة فاس القديمة ومراكش أيضا، بدروبها وأزقتها الضيقة ومراكش الأصيلة العتيقة، النقوش في أبوابها وزخرفتها المغربية الأصيلة. بس بكفي بكفي عن جد، بكفي بكفي. يا الله، البيوت القديمة قد ما بعشقها، كل تفاصيلها. في الباب كيف؟ يلا الزخرفة، بدوش يصور. يا الله، ما أحلى هالزقاق، إيش هذا؟ للمبيت في مدينة مكناس اختارينا أوتيل الزاكي، اللي هو من أقدم الفنادق في المدينة وأكبرها. خدينا الشامبر اللي كان فيها قاع الضروريات، من حمام جد كبير، سرير مريح جدا، ومكان للجلوس وأخذ قسط من الراحة. الفندق كان كبير وجميل، وغالب عليه طابع التقليدي الكلاسيكي الأصيل. واجهة المدينة هي أيضا جميلة، وفيها العديد من المقاهي والمحلات التجارية أيضا. المساحات الخضراء كذلك موجودة أمام محكمة الاستئناف مثلا، والحديقة لممارسة الرياضة أمام ماكدونالد، بحيث أن مكناس تتوفر على نشاط فلاحي مميز، وتعتبر من أحسن مناطق المغرب إنتاجا للمحاصيل الزراعية خاصة الزيتون. من الأماكن اللي يمكن لكم تزوروها هم في نواحي مدينة مكناس، كاين ضريح مولاي إدريس، واللي يمكن لكم تاخدو باش توصلوا ليه تاكسي كبير من أمام محل السويكيكي اللي كاين في حمرية، ومن ثم يمكن لكم أيضا تمشيو تشوفوا الآثار الرومانية في مدينة وليل التاريخية. أنني في مكناس كنت عشت واحد العام، عام كامل كنت عشت هنا، وكنت قريت في هذا الكوليج هذه، كنت نسيت سميتها،
حتى وليت رجعت لنا عاد فكرت مولاي يوسف تأهيلية ياك تأهيلية من كيلومتر باش نشوفو فين قريت. وي قريت انا يا سيدنا في 2008. نجحتي؟ نجحت والله الا نجحت. وين قريت انايا عام؟ الا كان شي واحد قرا معايا في 2008 يبان في لي كومونتير ولا في انستغرام صافي في بليزير. 2007 2008 صافي سنة دراسية 2007 2008. فيديو جدا جدا جميل، جابوا كل المناطق تقريبا في مكناس. احلى اشي عجبني احلى اشي المناطق الاثرية، يا الهي ما اجملها، يا الهي المناطق اللي فيها زقاق هاي ما اجملها، البيوت القديمة. جدا جدا بحب هاي الاشياء. كمان يعني من الاشياء اللي عجبتني جدا انهم يحكوا الاسعار، بيحكوا اسامي المطاعم، بيحكوا اسامي الفنادق، بيحكوا الفندق اللي نزلوا فيه، وهذا اشي جدا جميل. يعني ممكن الواحد يروح على مكناس بس يشاهد الفيديو ياخذ الاسماء هاي ويتنقل. يعني عن جد عاملين زي مرشدين سياحيين ما شاء الله. جدا 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 استمتعت بهذا الفيديو. تحياتي لأهلنا في مدينة مكناس، اكتبوا لي تحت مين بتابعني من مدينة مكناس الرائعة الجميلة هاي. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وانشروا هذا المقطع في كل مكان، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة الروابط في صندوق الوصف. ودمتم بأمان الله ورعايته. سلام.